لوحة فنية مميزة تستقبل مرضى مستشفى 57-357، نصب تذكاري متحرك لسمو الشيخ زايد آل نهيان تكريما له وعرفانا بمجهوداته صممته شش أبو الخير وبموسيقى عمر خيرت وهشام خرمة. فكرة التمثال جت من إسهامات الشيخ زايد وأسرة الشيخ زايد والمؤسسة الخيرية باسم الشيخ زايد. فمهما اتكلمنا عن الإسهامات على مدار ال 11 سنة دي حاجة لا تذكر قد إيه بنحس إن هم بيعملوا لنا مساهمة جامدة جدا. يتكون هذا العمل الفني الفريد من 57 حمامة تتحرك مع شروق الشمس وغروبها كل يوم لتكون صورة الشيخ زايد وتبعث الأمل والحياة. شوشة والخير اشتغلت حوالي 3 سنين مع التيم بتاعها، عملوا صراحة الحقيقة حاجة يعتبر عمل فني مش موجود. ده أول ميموريال بيتحرك يمكن في العالم كله. الميموريال فكرته ان هم 57 حمامه من مستشفى 57، ال 57 حمامه دول منحوتين يدوي وبيتحركوا في سيستم ميكانيكي بحيث ان هم مع شروق الشمس تبتدي ال 57 حمامه دول يتجمعوا مع مزيكه عمر خيرت ويعملوا صوره الشيخ زايد آل نهيان. فرح جدا وسعيد زياره المستشفى هاي، وطبعا سعد جدا لما شفت المجسم الموجود حاليا الشيخ زايد الله يرحمه. طبعا الشيخ زايد كان محب جدا لمصر، كنا نحب مصر، وطبعا اسهم كثير في بناء هذا المستشفى. هذا النصب التذكاري الذي نفذ بأياد مصرية لا يعبر فقط عن مدى تقديرهم للشيخ زايد آل نهيان، ولكن يعبر عن مدى الترابط والتلاحم بين الشعبين المصري والإماراتي.